ننتقل إلى الموضوع الآخر الذي لدينا، وهو قضية الهارب والبائع لأرضه ووطنه، والأهم البائع لأخلاقه. تفاجأت القدس بخبر ترك أحد المواطنين لمنزله فجرا، وكيف يمكن لأحد أن يترك بيته ويرحل عنه؟ ولكن كان لوليد أحمد عطعوت كان له رأيا آخر، حيث قام ببيع بيته في سلوان لصالح جمعية العاد الاستيطانية. طبعا عمليات التسريب تتم في القدس عن طريق يعني واحد ببيع بيته لشخص آخر، وبعدها الشخص الثاني ببيعه للثالث، وهكذا تتم لتكون النهاية هي تسريبه لصالح جمعيات استيطانية، وليكون هو يظهر بمشهد الضحية أنه باعه لشخص آخر عربي، ولكن سرب بالآخر. ولكن هروبه فضح ما اقترفت يداه كما ستشاهدون في هذا الفيديو، لحظة هروب العطعوت فجرا. هذه الخيانة التي شاهدناها وإياكم هي لوليد أحمد عطعوت الخائن والمسرب للعقار، وهذه هي صورته. نأسف لعرضها على فضائية عودة، ولكن من باب أن هذه الصور وهذه المعلومات مهمة لأبناء شعبنا، من أجل أن يشاهد هذا الخائن ويشاهد الذي سرب أرضه، ظلم نفسه وظلم أبناءه وزوجته. كيف لهذا الولد الابن ولهذه الزوجة أن تعيش مع هذا الخائن لأرضه وخائن لوطنه؟